السلام عليكم في قناة دي سامودي. هاد النهار غادي نقدم لكم واحد الطريقة اللي تستغلوا بها هاد الفصة بأكملها، أنهم كما كتلاحظوا لك كتقدموا لهم هاد الفصة أنهم كياكلوا هاد الأرانب، كياكلوا غير هاد يعني الأوراق ديال الفصة، وكيخليو لكم هاد العمايد اللي كيكونوا طوال هكا. هنا الطريقه في الحقيقه غير اخترعتها من راسي، لان اكتشفت ان هاد العمايد هادو ما كياكلوهمش، وكنضيع بزاف. واخا هاد الفصاره الثمن ديالها شي 55 درهم، ولكن هاد يعني جزء من الفصه ما كيتكالش. هاد العمايد طوال كنلاحظوا ان الارانب ديالنا كيرميوهم، ما كيقربوا لهمش، كياكلوا غير هاد الاجزاء هادي بحال هاد الشكل هذا كياكلوه، ولكن هاد العمايد هادو كيخليهم. لذا انا درت هاد الطريقه كما كتلاحظوا معايا، هانتوما انني طحنتها. يكون عندكم شي جهاز مولينكس يكون عنده الماس رقاق، هانتوما انا غنقرب لكم مزيان هاد الجزء ديال هانتوما. كما كتلاحظوا هانتوما كيفاش، شوفوا كيفاش مطحونه، مطحونه بواحد الطريقه اللي كتخلي الفصه كامله بالعمايد ديالها هما كيبقاو ياكلوا، وكياكلوا حتى هاد العمايد هادو. هاد العمايد هادو اللي حنايا ملي ما كتكونش مطحونه كيرميوهم، ما كيخربوا لهمش. اما الا درتوها لهم بهاد الطريقه مطحونه، كونوا متاكدين انهم كياكلوا كاع الاجزاء. هانتوما يعلو في واحد الاناء هكا، وتبقى تعطيهم غير بالحفنه هكا، اي نوض في الصباح تعطيهم حفنه بحال هكا. كونوا متاكدين ان هاد الطريقه هادي كيبقاو ياكلو هما الفصه كامله، كياكلوها كامله. ملي كتعطيها لهم غير هكا عشوائيا، كتهز الحفنه هكا، كتقول لنا غادي نعطيهم هكا ونعطيهم، كيخليو هاد العمايد. اما هاد الطريقه هادي ملي كتعطيها لهم مطحونه، كونوا متاكدين غادي تلاحظوا انها كتكال كامله، كيبقاو ياكلوها كامله. بهذه الطريقه كتولي هاد الباله ديال الفصه كتولي كتكال كامله، كتولي اقتصاديه. هي اقتصاديه في الحقيقه، ولكن كتولي اقتصاديه اكثر. اذا الى عجبكم هذا الفيديو تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ان شاء الله. ساندونا ومرحبا بتعليقاتكم.